طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ هو كان اخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي ايه يعني يا دكتور؟ معاك انت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، اصله تعبان شوية. هو واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافة اذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت اتبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي يا بنت الدويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامة عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على ايه يا اختي؟ العين الكبيرة قوي دي بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم.